تواصل الجسر الجوي لإعادة الحجاج المصريين لأرض الوطن بعد أداء مناسك الحج. رئيسة الحكومة الفرنسية تتعهد بمواجهة العنف بصرامة. وزيلينسكي يحتفل بيوم القوات البحرية الأوكرانية في مدينة أوديسا ويتعهد بعدم السماح لروسيا بالسيطرة على البحر الأسود. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. تحية لكم. اختتم ضيوف الرحمن أداء مناسك الحج في سلاسة ويسر مع أدائهم طواف الوداع. في ختام المناسك يتجه بعض ضيوف الرحمن إلى المنافذ البرية والبحرية والجوية للعودة إلى أوطانهم، بينما يتجه آخرون إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يتواصل تسيير الجسر الجوي الذي تقوم به الدولة لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن. وضعت الدولة خططا متكاملة لاستقبال رحلات العودة لحجاج بيت الله الحرام لتسهيل إنهاء إجراءات الوصول، خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مع ضرورة الالتزام بنفس المستوى الذي تم خلال سفرهم لأداء فريضة الحج. تعمل البعثة الطبية المصرية بالسعودية بكامل طاقتها وعلى مدار الساعة لاستقبال ضيوف الرحمن وتقديم الخدمات العلاجية والوقائية لهم. ووصل عدد من ترددوا على العيادات إلى 19,000 حاج، فيما بلغ عدد المرضى بالمستشفيات السعودية 52 حالة، منهم 24 حالة بالرعاية المركزة وحالتهم مستقرة. بهدف الوقوف على الوضع الصحي للحجاج المصريين، عقد رئيس البعثة الطبية المصرية اجتماعا لأعضاء البعثة ورؤساء الفرق الطبية العلاجية والوقائية ومدير العيادات لاستعراض خطة ما بعد المشاعر في تقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن أينما كانوا بالعيادات الطبية والوضع الصحي للمرضى بالمستشفيات السعودية. الوضع العام الحمد لله مطمئن. احنا عندنا حوالي 88 حالة اتحولت للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة السعودية. تم خروج بحمد الله 36 حالة لخروج تحسن من ضمن الحالات. ما زال بالمستشفيات حوالي 52 حالة في المستشفيات إلى الآن، منهم 24 حالة في الرعاية المركزة و28 حالة في القسم الداخلي، وبيتم متابعة الحالات دي بصفة دورية وبصفة يومية على مدار الساعة لحين إن شاء الله بإذن الله خروجهم من المستشفيات بإذن الله. كما واصلت عيادات البعثة الطبية عملها في تقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية لضيوف الرحمن، إضافة إلى الندوات التوعوية لمنع انتشار الأمراض بينهم من خلال فرق الطب الوقائي التي تجوب أماكن إقامتهم. الأعراض ما تنحصر في نزلات برد نتيجة تغير المناخي ما بين المناسك وما بين الفندق والإقامة، إجهاد عضلي ليس إلا، الأمور كلها ميسرة وبسيطة، المريض بيأتي بيقدم له أفضل خدمة في أقل وقت وبأكثر سرعة، ونحمد الله إن احنا متواجدين 24 ساعة في المكان. كذلك بنقوم بعمل المساحات الاستكشافية للحالات، بنعمل مسحة الأنف للاشتباه الكوفيد، وبنشوف الحالات لو محتاجة أي إجراء طبي زيادة، وبنتابع التشخيص بتاع الحالة، كمان بنتابع نتيجة الحالة ونعمل متابعة كل 3 أيام، وبنتابع المخالطين لكل حالة، وبيتم عزل أي حالة يثبت إيجابيتها لحالات الأمراض المعدية عندنا، وبيتم فرز حالات الأمراض المعدية عندي، يتم فرز حالات الأمراض التنفسية، كذلك بيتم فرز حالات الأمراض المعوية، ويتم
التعامل معها طبقا بالاجراءات الوقائيه، وبيتم باكمال الاجراءات الوقائيه لكل الحالات قبل ما يخرجوا من بره مصر من التوعيه الصحيه الشامله، ثم بعد مجيئهم هنا سواء في مكه او في المدينه، خاصه في انواع الامراض المختلفه زي الاجهاد الحراري، ضربات الشمس، التغذيه الصحيه اللي المفروض الحاج يتوفر لها، كيفيه التعامل مع المناخ خاصه ان المناخ بيتغير طبعا هنا عن الاراضي المصريه. قبول واستحسان من قبل ضيوف الرحمن لما يقدم لهم من خدمات لوجستيه وطبيه من قبل البعثات النوعيه وبخاصه الطبيه المصريه. كل يوم اقيس السكر واقيس الضغط وعلاج واهتمام والاكل، يعني كل الانواع، الخدمات، الفندق والمرشدين والدكاتره والاكل، المطعم، كل حاجه زي الفل، ومهتمين بنا زي امهاتهم بالظبط. وربنا يعود عليكم بخير، ودايما كده في الخير معانا دايما كده، وما تنسوش الناس الطيبين والكبار اللي زي حالكم. البعثه الطبيه 10/10. البعثه الطبيه ما في، رحت لها حوالي زيارتين ثلاثه، كل الطلبات متاحه ونصايحهم كلها طيبة الحمد لله. ويتواصل عمل البعثة الطبية المصرية لتقديم خدماتها العلاجية والوقائية لضيوف الرحمن أينما كانوا، ليكون شعار خدمة الحقيق شرف لنا واقعا ملموسا. محمد حلمي، التلفزيون المصري. قامت وزارة الداخلية بتوزيع مساعدات عينية على قاطني المناطق الحضرية الجديدة، ويأتي ذلك استمرارا لدور الوزارة المجتمعي بمناسبة عيد الأضحى المبارك. اهتمام الدولة بقاطني المناطق الحضارية الجديدة لم يقتصر عند حد توفير سكن كريم لهم، بل يمتد إلى تقديم رعاية اجتماعية وإنسانية، وهو ما حرصت عليه وزارة الداخلية من منطلق مسؤولياتها الاجتماعية، حيث تواصل تقديم الدعم والمساندة لقاطني تلك المناطق، وهو ما تجلى في إفادة مأموريات من الوزارة لتوزيع عبوات غذائية عليهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية. ربنا يخلينا الرئيس ويبارك لنا فيه وينصر على من يعديه، وفي كل مناسبات مش ناسينا وسافرنا والحمد لله، وربنا يبارك لنا فيه. وزارة الداخلية كل سنة هم طيبين، بيتواصلوا معنا على طول، كل سنة هم طيبين. وشكرا للرئيس وبارك الله فيه. لما قرب وبعيد شعب الإيد في الإيد، والقلب وما يريد، وإحنا بنحب مصر. جميع المناطق الحضارية الجديدة التي أنشأتها الدولة شهدت دعما من وزارة الداخلية تجسد في الحرص على التواجد وسط قاطني هذه المناطق باستمرار، وتوزيع بواد غذائية عليهم كمساهمة من الوزارة في تخفيف الأعباء عنهم. وقد تم تجهيز أماكن مناسبة لاستقبال الأهالي بهذه المناطق لتوزيع المساعدات عليهم والاحتفاء معهم بعيد الأضحى المبارك. إشادة كبيرة من قاطني المناطق الحضرية الجديدة بالدور الاجتماعي والإنساني الذي تؤديه وزارة الداخلية، وبحرصها الدائم على دعمهم في كافة المناسبات. مبادرة كلنا واحد، دايما فاكريننا، ودايما كل كم فترة بيجوا يزورونا ويدينا هدايات بتاعت الرئيس، ومشكرين للرئيس، مشكرين وزارة الداخلية. أشكر الرئيس وأقول له كل سنة يا رئيس وأنت طيب على هدية لما تديها لنا، وبارك الله فيك وربنا يطول لنا في عمرك. وزارة الداخلية سباقة دائما كعادتها لدعم أهالي المناطق الحضارية الجديدة والوجود المستمر بينهم لتخفيف الأعباء عنهم في مجتمع جديد يسعى إلى توفير حياة كريمة لكل المواطنين. دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ تدابير جماعية للحيلولة دون تكرار حوادث تدنيس المصحف الشريف. وفي بيان لها أوضحت المنظمة أنه يجب تطبيق القانون الدولي الذي يحظر بوضوح أي دعوة إلى الكراهية الدينية.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة لمناقشة الإجراءات تجاه تداعيات حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد. أكدت الحكومة السويدية إدانتها لإحراق رجل يحمل الجنسية السويدية لنسخة من المصحف أمام مسجد ستوكهولم الرئيسية، معتبرة ما قام به عملا معاديا للإسلام. وفي بيان لها قالت وزارة الخارجية السويدية إن الحكومة السويدية تتفهم بالكامل أن الأعمال المعادية للإسلام التي يرتكبها أفراد خلال تظاهرات في السويد يمكن أن تكون مسيئة للمسلمين، معربة عن إدانتها بشدة لهذه الأعمال التي لا تعكس بأي حال من الأحوال آراء الحكومة السويدية، مذكرة في الوقت ذاته بأن حرية التعبير حق محمي دستوريا في السويد. أفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن شهود عيان أن ضاحية أم درمان شمالي غرب العاصمة السودانية الخرطوم شهدت اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع. وتزامنا أفادت منظمة أطباء بلا حدود بأن ولاية النيل الأبيض جنوب الخرطوم تستقبل أعدادا متزايدة من النازحين، محذرة من خطورة الوضع في ظل الاشتباه بحالات إصابة بالحصبة وسوء التغذية لدى الأطفال. اقتحم مستوطنون إسرائيليون باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. قالت مصادر فلسطينية إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته. من جانبها أوضحت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فلسطينيا بعد أن داهمت منزله في مدينة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتلة. أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن أن السلطات الأمنية تعمل بكل قوتها لاستعادة النظام وإنهاء أعمال الشغب التي تشهدها البلاد منذ الثلاثاء الماضي إثر مقتل شاب يبلغ من العمر 17 عاما برصاص شرطي في نانتير غربي باريس. وشددت رئيسة الوزراء الفرنسية خلال زيارتها منزل رئيس بلدية ليلوروز الذي تعرض للاقتحام بسيارة وأضرمت فيه النيران، شددت على أنها أعطت التعليمات لقوات الشرطة باستخدام المركبات المصفحة في مواجهة مثيري الشغب، مشيرة إلى أن أعمال العنف التي حدثت لن تمر دون معاقبة المشتبه بهم. من جهته أعلن المدعي العام الفرنسي فتح تحقيق في حادث اقتحام منزل رئيس بلدية ليليروز الواقعة جنوب العاصمة باريس، وبتوجيه تهمة الشروع في القتل للمتهمين المشتبه بهم. وقال رئيس البلدية الذي تعرض منزله للاقتحام وأضرمت فيه النيران أن زوجته وأحد الأطفال أصيب أثناء محاولتهم الفرار من المهاجمين.
بدوره اعتبر قائد شرطة باريس لوران نونيز أن إعلان حالة الطوارئ في البلاد ليس ضروريا في الوقت الحالي وليس خيارا مطروحا في اللحظة الحالية. وقال نونيز إن الخيار الذي اختارته الحكومة هو أنه وفقا للقانون تم تعزيز أفراد الأمن وعمليات التوقيف، مشيرا إلى قانون العقوبات الذي يسمح لنا بإجراء عمليات التفتيش. هذا وأكدت وزارة الداخلية الفرنسية توقيف 719 شخصا في حصيلة غير نهائية لخامس ليلة من أعمال الشغب التي اندلعت بعد مقتل شاب برصاص شرطي. نفت وزارة الداخلية الفرنسية التقارير المنسوبة إلى الشرطة بشأن تقييد الوصول إلى الإنترنت في البلاد على خلفية أعمال الشغب المستمرة منذ الثلاثاء الماضي إثر مقتل الشاب نائل برصاص شرطي. وعلى صفحتها الرسمية بموقع تويتر حذرت الداخلية الفرنسية بما وصفته بالأخبار الكاذبة التي تفيد بأن الشرطة الوطنية تعتزم تقييد الوصول إلى الإنترنت في بعض الأحياء، ومؤكدة أن هذه الوثيقة مزورة ولم يتم اتخاذ أي قرارات في هذا الصدد. أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن قلقه لاستمرار أعمال الشغب في المدن الفرنسية والتي أدت إلى إلغاء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو إلى ألمانيا. وقال شولتس في مقابلة تلفزيونية إنه مقتنع تماما بأن الرئيس الفرنسي سيجد السبل لضمان تحسن الوضع سريعا. طلبت جدة الشاب الذي قتل برصاص شرطي في نانتير غربي باريس الثلاثاء الماضي بوقف أعمال الشغب في عموم فرنسا. خلال دعوتها عبر التلفزيون الفرنسي ناشدت جدة الشاب المقتول المحتجين بوقف أعمال العنف والشغب والتخريب، واعتبرت أن مرتكبي أعمال العنف يستخدمون حفيدها كذريعة، معربة عن أسفها لوفاته ونهاية حياته بهذا الشكل. أعلنت الشرطة السويسرية توقيف 7 أشخاص في أعقاب اضطرابات ليلية في مدينة لوزان بعد أن خرب أكثر من 100 شاب متاجر في وسط المدينة، وذلك تأثرا بأعمال الشغب في فرنسا. ورغم محدوديتها مقارنة بأعمال الشغب في فرنسا، شهدت الاضطرابات إلقاء حجارة وتحطيم نوافذ متاجر في لوزان، فيما تم نشر حوالي 50 عنصر شرطة. حول آخر تطورات الأزمة الأوكرانية، احتفل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بيوم القوات البحرية من مدينة أوديسا الساحلية بمنح أوسمة للضباط وبتوجيه الشكر لهم على دورهم في الدفاع عن المدينة والمياه الأوكرانية. وخلال الاحتفالية أشاد زيلينسكي بدور الضباط في إغراق سفينة القيادة الروسية في أسطول البحر الأسود موسكوفا، إضافة إلى تحرير جزيرة زيميني،
كما شدد زيلينسكي على أن أوكرانيا لن تسمح لروسيا بفرض هيمنتها على البحر الأسود، مشددا على أن السفن الروسية أصبحت تخشى من الاقتراب من شبه جزيرة القرم وبحر أزوف وساحل البحر الأسود. أعلنت كييف أن قواتها تخوض معارك ضارية ضد القوات الروسية التي تمكنت من التقدم في 4 مناطق على خط الجبهة في شرق البلاد. أكدت نائبة وزير الدفاع غانا ماليار أن الوضع قد بات معقدا، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية تتقدم في منطقة واحدة في شرق البلاد ومنطقتين في جنوبها. أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية تدمير مستودع ذخيرة ميدانية تابع للجيش الروسي دون توضيح المزيد من التفاصيل عن مكان هذا المستودع. في سياق آخر، أعلن المتحدث باسم القوات الأوكرانية عن إحباط 15 هجوما روسيا بمدينة مارينكا في دونسك، مشيرا إلى أن الجبهة هناك هي الأكثر شراسة بالنسبة لقوات الدفاع الأوكرانية. تزامنا، صرح نائب قائد القوات البحرية المسلحة الأوكرانية بأن قواته تستعد حاليا لعملية إزالة الألغام من البحر الأسود. أعلنت الإدارة العسكرية في كييف أن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على العاصمة الأوكرانية، هو الأول منذ 12 يوما. أشارت الإدارة العسكرية إلى أن أنظمة الدفاع الجوي قد دمرت بشكل مبدئي جميع الأهداف الروسية لدى اقترابها، موضحا أنه لا توجد معلومات في هذا الوقت الراهن عن خسائر محتملة في الأرواح أو أي أضرار. عاد التنوع للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بعد فترة من التوقف تسببت فيه محاولة التمرد الفاشلة التي قامت بها قوات فاغنر تجاه القيادة الروسية، حيث أعلنت السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية شنت هجوما بالطائرات المسيرة، هو الأول من نوعه منذ 12 يوما. عودة حالة تركيز الهجوم الروسي على أوكرانيا تعد بمثابة تأكيد روسي على أن موسكو قد اجتازت بنجاح محاولة التمرد الفاشلة وأنها مستمرة في عملياتها العسكرية وقادرة على مواجهة أي تهديد قد تشكله دول الناتو والدول الغربية على أراضيها. رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي قال إن الهجوم الأوكراني المضاد على القوات الروسية سيكون صعبا ودمويا للغاية على حد وصفه، وأشار إلى أنه غير متفاجئ من أن التقدم أبطأ مما كان متوقعا، لكنه قال إن أوكرانيا تتقدم بثبات. يأتي هذا في الوقت الذي تعهدت فيه عدة دول غربية بتدريب طيار أوكرانيا على طائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-16، لكن الرئيس الأوكراني قال إن بعض الحلفاء يتباطؤون في الوفاء بهذا الوعد. وفي سياق متصل، أكد مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA ويليام بيرنز أن التمرد المسلح الذي قام به زعيم مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة أظهر التأثير المدمر لحرب الرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا على موسكو، ووصف بيرنز التمرد بأنه تحدي مسلح للدولة الروسية، لكنه قال إنه شيء لم تشارك فيه الولايات المتحدة ولن يكون لها أي دور فيه. قالت وكالة الإعلام الروسية إن الحزب الديمقراطي الحر الروسي يعد مشروع قانون من شأنه أن يفرض حظرا مؤقتا على سفر أقارب المسؤولين رفيعي المستوى إلى دول غير صادقة. وذكرت الوكالة أن القيود قد تشمل ضباطا في هيئات إنفاذ القانون وقضاة وكبار المديرين بالشركات الحكومية وأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي وآخرين. هذا وتعتبر روسيا جميع الدول التي فرضت على موسكو عقوبات بسبب حملاتها العسكرية على أوكرانيا دولا غير صديقة.
أعرب سفير الاتحاد الأوروبي في الصين خورخي توليدو عن أسفه لعدم إحراز تقدم جوهري مع بكين على صعيد التجارة. علقت المفوضية الأوروبية جهودها الرامية إلى مصادقة الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي على اتفاقية الاستثمار التي تم التوصل إليها نهاية عام 2020 مع الصين بعد 7 سنوات من المفاوضات، وذلك نتيجة خلافات حول وضع حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ. توقف عدد كبير من المواني على الساحل الغربي لكندا عن العمل، بما في ذلك أكبر ميناء في البلاد في فانكوفر، بسبب نزاع اجتماعي من شأنه تعطيل النقل الدولي للبضائع. وبعد أشهر من المفاوضات غير المثمرة، أضرب أكثر من 7000 عامل و49 من أرباب العمل موزعين في 30 ميناء. وتعد عقود العمل وكلفة المعيشة من الأسباب الرئيسية وراء التحرك الجماعي الذي اتخذه الاتحاد الدولي لعمال الشحن والتفريغ وأمناء المخازن. تراجع معدل التضخم في سريلانكا إلى 12% في يونيو، مسجلا أدنى معدلاته منذ أن غرقت البلاد في أزمة اقتصادية غير مسبوقة العام الماضي. كانت سريلانكا قد تخلفت عن سداد ديونها الخارجية البالغة 46 مليار دولار في إبريل 2022، وعانى المواطنون أشهرا في نقص المواد الغذائية والوقود والأدوية. إلى أدنى معدلاته منذ أن غرقت الدولة في أزمة اقتصادية غير مسبوقة العام الماضي، تراجع معدل التضخم في سريلانكا إلى 12% في يونيو، وبعد أن تخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة 46 مليار دولار في أبريل 2022، ومعاناة المواطنين لشهور من نقص المواد الغذائية والوقود والأدوية، تراجعت حدة الأزمة مع إبرام الحكومة خطة إنقاذ بقيمة 2,900,000,000 دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي. البنك المركزي في سريلانكا توقع أن يبلغ التضخم معدلات دون 10%، وذلك بحلول أوائل الربع الثالث من 2023، وذلك بعد أن كشفت الحكومة عن خطة لإعادة هيكلة الديون تشمل خفضا بنسبة 30% على السندات المقومة بالدولار. كان صندوق النقد الدولي قد أشار الشهر الماضي إلى أن اقتصاد سريلانكا يظهر مؤشرات تحسن مؤقتة، لكنه حذر من أن كولومبو لا تزال بحاجة إلى تطبيق إصلاحات مؤلمة. وفجرت الأزمة الاقتصادية العام الماضي اضطرابات استمرت أشهرا، وأطاحت بالرئيس آنذاك جوتابايا راجاباسكا ليخلفه رانيل ويكريمسينجا الذي عمل على زيادة إيرادات الدولة. التاسعة مستمرة وتتابعون فيها جولة أوروبية للرئيس الأمريكي بايدن الأسبوع المقبل، تشمل بريطانيا وليتوانيا وفنلندا. قال متحدث باسم قصر باكنغهام إن الملك تشارلز سيستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن في قلعة وينسور، وذلك في 10 يوليو الجاري. أضاف المتحدث أنه سوف يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في الوقت المناسب عن الاجتماع الذي سيعقد في أحد أماكن إقامة الملك تشارلز خارج لندن. من جانبه قال البيت الأبيض إن بايدن سيتوجه إلى أوروبا هذا الشهر لحضور اجتماعات في بريطانيا وليتوانيا وفنلندا. أفاد البيت الأبيض بأن رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون سيزور الولايات المتحدة في 5 يوليو الجاري لبحث العلاقات الثنائية وانضمام بلاده لحلف الناتو. وأوضح البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن يتطلع إلى استقبال رئيس الوزراء السويدي لتعزيز العلاقات الوثيقة، فضلا عن مراجعة التعاون الأمني المتنامي بين البلدين. كما أكد البيت الأبيض أن اللقاء المنتظر سيشهد مناقشة التزام الولايات المتحدة والسويد المشترك بدعم أوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية ولتوثيق التنسيق عبر الأطلنطي بشأن الصين.
قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 6.9 درجة قد هز منطقة يافو في تونغا بالمحيط الهادئ. أضافت هيئة المسح الجيولوجي أن هذا الزلزال كان على عمق 247 كيلومترا. وأفاد المركز الأمريكي للتحذير من تسونامي بأن مناطق الساحل الغربي الأمريكي وكولومبيا البريطانية والإسكاليست وألاسكا ليست معرضة لخطر حدوث تسونامي. حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على نشر قوة دولية لمساعدة الشرطة بجمهورية هايتي في مكافحة عنف العصابات، معربا عن تضامنه مع شعب هايتي الذي يواجه ما وصفه بدورة رهيبة من الأزمات. أود أن أحيي شجاعة وتفاني العاملين في المجال الإنساني الذين يعملون في ظروف صعبة في كثير من الأحيان. يجب أن تتوقف الهجمات ضدهم على الفور. أدعو إلى ضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي وضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق. أقول لشعب هايتي إن الأمم المتحدة تقف معكم لدعم الجهود الوطنية لصالح جميع الشعب ولا سيما الشباب الذين يستحقون المزيد من الأمن والأمان. إذا لم نتحرك الآن فسيكون لعدم الاستقرار والعنف تأثيرا دائما على الأجيال القادمة وعلى الشركاء الدوليين. زيادة الدعم للشرطة الوطنية للوقوف في وجه العصابات المنتشرة بالبلاد. خرج مئات المهاجرين وأنصارهم في ضاحية هومستيد الزراعية بولاية فلوريدا إلى الشوارع احتجاجا على قانون تم سنه مؤخرا يستهدف المهاجرين غير الشرعيين. القانون الذي تم التوقيع عليه في أوائل مايو بعد تمريره من خلال مجلس النواب في فلوريدا بأغلبية 83 صوتا مقابل 36 يفرض عقوبات على أرباب العمل في فلوريدا الذين يفشلون في استخدام نظام قاعدة بيانات اتحادية للتحقق من الوضع القانوني لموظفيهم. أهلا بكم من جديد. يحظى التعليم العالي والبحث العلمي في مصر باهتمام ودعم ومتابعة الرئيس السيسي خلال السنوات العشر الماضية بما انعكس على تطوير شامل في منظومة التعليم الجامعي بمصر. وجهت الدولة دعما هائلا لإنشاء جامعات أهلية جديدة تعتمد على أحدث نظم التعلم المتبعة في جبر الجامعات الدولية. تطور كبير وغير مسبوق شهده قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر خلال السنوات العشر الماضية، حيث خضع لعملية تطوير شامل من أجل تخريج جيل متطور وفقا لمتطلبات سوق العمل قادر على المساهمة في التنمية والإنتاج. ويولي الرئيس السيسي دعما كبيرا لقطاع التعليم الجامعي من خلال التوسع في إنشاء جامعات أهلية جديدة لتكون بمثابة إضافة هامة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر، خاصة وأن هذه الجامعات تقدم برامج دراسية بينية حديثة تعتمد على أحدث نظم التعلم والمتبعة في كبرى الجامعات الدولية. وتعد الجامعات الأهلية من الجامعات الذكية لا تهدف إلى تحقيق الربح، وإنما يعد ضخ المصروفات الطلابية لإعادة استخدامها في أعمال الصيانة وتحديث وتطوير المعامل والورش وتطوير المنظومة التعليمية. والبرامج الدراسية الحديثة تواكب أحدث النظم العالمية وتعمل على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي. الجامعات الأهلية قامت بتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون والشراكات مع كبرى الجامعات الدولية المرموقة لتطوير ودعم العملية التعليمية ولطرح برامج دراسية مزدوجة الشهادة، حيث يحصل الطالب بموجبها على شهادة من الجامعة الأهلية المصرية وشهادة من الجامعة الأجنبية. ونجحت الدولة في إنشاء أربع جامعات أهلية هي جامعة الملك سلمان الدولية والعلمين الدولية والجلالة والمنصورة الجديدة،
كما تم إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة وهي بنها وحلوان والإسماعيلية الجديدة والإسكندرية وأسيوط والمنصورة وبني سويف والزقازيق وجنوب الوادي والمنوفية والمنيا وشرق بورسعيد، وبدأت الدراسة بها خلال العام الدراسي 2022-2023 بخلاف 4 جامعات أهلية تعمل منذ عدة سنوات، وهي جامعة النيل الأهلية والجامعة الفرنسية في مصر والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني وجامعة مصر للمعلوماتية، ليصبح إجمالي عدد الجامعات الأهلية 20 جامعة أهلية تقع في مختلف أنحاء الجمهورية. وتهتم الجامعات الأهلية بالانضمام إلى التحالفات الإقليمية مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية والإنتاجية لتلبية احتياجات الأقاليم الجغرافية ولدعم جهود تنمية الاقتصاد المحلي ولخدمة المجتمع والبيئة المحيطة. حظيت محافظات الصعيد باستثمارات حكومية وصلت إلى 1.8 تريليون جنيه خلال العشر سنوات الماضية، حيث وضعت الدولة تطوير محافظات الصعيد على رأس أولويات أجندتها الوطنية. وتحول صعيد مصر خلال الفترة الماضية إلى قصة نجاح وطنية أشادت بها العديد من المؤسسات الدولية. بعد عقود من الإهمال والتهميش لصعيد مصر، حرصت الدولة منذ تولي الرئيس السيسي على الاهتمام بمحافظات الصعيد ووضع تطويرها على رأس أولويات أجندتها الوطنية ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق المتأخرة تنموياً ليحظى المواطن بحياة كريمة. منذ تولي الرئيس السيسي قيادة البلاد، ودع صعيد مصر عقوداً من الإهمال والحرمان والتهميش بفضل ثورة 30 من يونيو، وتجسد ذلك بصورة كبيرة في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي بلغت محافظات الصعيد المستهدفة فيها نحو 68% من المرحلة الأولى، وتم تنفيذ مشروعات بها بنحو 240 مليار جنيه. بالتزامن مع احتفال المصريين بالذكرى العاشرة لثورة 30 من يونيو، أصبح للصعيد وجه آخر بعد أن انتهى بشكل كامل من تنفيذ 3196 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 9.7 مليار جنيه من إجمالية 4453 مشروعاً جارياً ومنتهياً باستثمارات إجمالية تبلغ 16.39 مليار جنيه، حيث تم تشغيل هذه المشروعات وإتاحة خدمتها للجمهور. وفي إطار دعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص، فقد تم الانتهاء من تطوير وتشغيل 23 مركزاً تكنولوجياً لخدمة المواطنين والأعمال بكافة مراكز محافظتي سوهاج وقنا، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ خطط دعم وتطوير 4 تكتلات اقتصادية واعدة بالمحافظتين. أعمال التطوير مستمرة على قدم وساق في محافظات الصعيد لتنفيذ عدد كبير من مشروعات التنمية الحضرية وتطوير الواجهات النيلية، وهي مشروعات من شأنها أن تتيح فرص عمل مستدامة وتعزز القيمة الجمالية والتخطيطية لمدن المحافظات المستهدفة، ومن المتوقع الانتهاء منها في 30 من يونيو من عام 2024. ولضمان استدامة الممارسات الجيدة لخطة تنمية الصعيد، سعت الدولة إلى تدريب الكوادر على إدارة الأصول العامة والموارد الذاتية في تنفيذ المشروعات لزيادة الاستثمارات، كما تم الانتهاء من تدريب كافة رؤساء المراكز والقرى ومسؤولي وحدات قرى ومراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك على الممارسات التي تضمن استدامة الأثر التنموي لمشروعات المبادرة. وجه الصعيد الجديد تحول إلى قصة نجاح وطنية أشادت بها العديد من المؤسسات الدولية، حيث تم إدراج برنامج التنمية على منصة الأمم المتحدة كأحد أهم البرامج المحققة لأهداف التنمية المستدامة في العالم، وهو ما عكس اهتمام الدولة بتحويل المناطق الأكثر احتياجاً إلى وجهات حضارية ضمن خطواتها للمضي نحو الجمهورية الجديدة.
ذكرت وزارة الصحة والسكان أنه تم تقديم 71,252 خدمة خلال حملة 100 يوم صحة. أشارت الوزارة إلى أن محافظة الشرقية كانت المحافظة الأعلى في إجمالي الخدمات المقدمة ب 10,473 خدمة، تليها المنوفية ب 9,608 خدمات. وقد جاء ذلك في تقرير للوزارة حول خدمات المبادرات الصحية الرئاسية والقوافل الطبية وحملات التوعية التي قدمتها حملة 100 يوم صحة للمواطنين خلال عملها بالأمس في جميع محافظات الجمهورية. تواصل حملة 100 يوم صحة فعاليتها بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية داخل محافظة قنا، والتي تستمر حتى الأول من شهر أكتوبر المقبل ضمن مبادرة 100 مليون صحة. الحملة تقدم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة وزيادة الوزن والاعتلال الكلوي، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة. كما يتم خلال الحملة تخصيص فرق عمل لعمل مسح ميداني من خلال المرور على المنازل لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية وحصر جميع المتخلفين عن التطعيم وتطعيم كل طفل لم يتم تطعيمه من سن يوم وحتى سن 5 سنوات. المبادرة باختصار، احنا دايما بنقول مصر من الدول القليلة جدا التي تهتم بصحة مواطنيها قبل أن يولدوا، ودي حاجة مهمة جدا. المبادرات في 100 يوم صحة تركيز على مبادرات الصحة العامة، تركيز على كل الخدمات الصحية التي تقدمها سواء المستشفيات أو الوحدات الصحية، وحتى التركيز على دور الإدارات المختلفة مثل التوعية المجتمعية والثقافة الصحية وهكذا. ببساطة احنا عندنا 155 وحدة تقدم جميع المبادرات. المبادرات في ناس كتير قوي ما تعرفش أهميتها ايه، لكن لما تعرف ان ابنك اللي في الحضانة اللي محجوز في مستشفى بيتخذ له عينة تحلل 8 أمراض وراثية، بدل أن يصاب الطفل بأمراض مختلفة مثل التخلف العقلي يمكن معالجة هذه الأمراض في المهد. جيت مبادرة 100 يوم صحة، والحمد لله كشفت سكر وضغط وكلى، والحمد لله ونشكر سيادة الرئيس، نشكره على رأسنا، وربنا يخلي لنا رب ويخلي للشعب، وكله بالمجان. تستهدف المبادرة الرئاسية حياة كريمة منذ إطلاقها في يناير 2019 الارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن خلق واقع جديد من التنمية الشاملة المستدامة. ومع بداية العام المالي 2021-2022 انطلقت المرحلة الجديدة للمبادرة بتنفيذ المرحلة الأولى في 1477 قرية يقطنها 18 مليون مواطن. المشروع القومي لتطوير قرى الريف حياة كريمة حلم الجمهورية الجديدة الذي أحدث نقلة نوعية بالارتقاء بالريف الذي طالما عانى من انعدام المقومات الأساسية. المبادرة الرئاسية حياة كريمة أنهت عصور التهميش في كافة قرى مصر التي ظلت على مدى عقود طي النسيان والإهمال، ولكن في الجمهورية الجديدة بعد ثورة 30 من يونيو حظي الريف باهتمام بالغ وتصدر اهتمامات الدولة. مبادرة رئاسية أطلقها الرئيس السيسي في يناير من عام 2019 لتغير حياة أكثر من 58 مليون مواطن في الريف إلى الأفضل، وتغطي في مرحلتها الأولى أكثر من 4500 قرية بإجمالي 175 مركزاً في 20 محافظة، وإحداث طفرة شاملة للبنية التحتية والخدمات الأساسية. وتستهدف المبادرة الارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
وإحداث تغيير إيجابي في مستوى معيشتهم، فضلاً عن خلق واقع جديد من التنمية الشاملة المستدامة لهذه التجمعات الريفية المحلية. حياة كريمة تعمل كذلك على تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين، بالإضافة إلى الاستثمار في تنمية البشر وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، مع إحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية من خلال تنظيم صفوف المجتمع المدني للمشاركة في المبادرة الرئاسية. وتتضمن المبادرة 3 مراحل. الأولى تشمل القرى ذات نسب فقر تتجاوز 70%، وهي الأكثر احتياجاً وتحتاج إلى تدخلات عاجلة. والثانية القرى ذات نسب الفقر التي تتراوح بين 50% و70%. أما الثالثة فهي القرى ذات نسب الفقر الأقل من 50%. وقد حظيت المبادرة الرئاسية بإشادات دولية عديدة، فقد أشار مكتب الأمم المتحدة للتنمية المستدامة إلى أن المبادرة أسهمت في التخفيف من الآثار السلبية لفيروس كورونا وتحسين مستويات المعيشة للفئات الأكثر احتياجاً في البلاد، في حين وافقت الأمانة العامة للأمم المتحدة على إدراج المبادرة ضمن سجل منصة الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التابعة للمنظمة، وهذا دليل على استيفاء المبادرة للمعايير الذكية للمنصة، بالإضافة إلى سعي المبادرة إلى توطين أهداف التنمية المستدامة في كافة خطواتها. ويتواكب مع المبادرة مسار تنموي يسعى إلى تطوير الوعي المجتمعي من خلال أنشطة فكرية ومعرفية وترفيهية. والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال نتابعها مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكراً ريهام الديب، شكراً يوسف عبدين، وأهلاً بكم مشاهدين وجولة اقتصادية جديدة. أعلن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين نجاح تنفيذ خدمة التموين لإحدى السفن الحاويات العملاقة بكمية 100 طن سولار، حيث استغرقت عملية التموين ساعة واحدة بميناء غرب بورسعيد. وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية أن تقديم خدمة تموين السفن بميناء غرب بورسعيد يرفع تصنيف الميناء عالميا، مما يساهم في جذب الكثير من الخطوط الملاحية، وتعد هذه أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود بميناء غرب بورسعيد، وهي الثانية من نوعها في موانئ المنطقة الاقتصادية بعد عملية تموين لإحدى سفن البضائع بميناء شرق بورسعيد مؤخراً. أعلنت وزارة النفط العراقية وصول صادرات البلاد من النفط الخام خلال شهر يونيو لأكثر من 100 مليون برميل بإيرادات بلغت حوالي 7 مليارات و100 مليون دولار. وأشارت الوزارة إلى أن مجموع الكميات المصدرة من الحقول النفطية في وسط وجنوب البلاد بلغ حوالي 98,725,000 برميل، في حين بلغت الكميات المصدرة إلى الأردن نحو 299,000 برميل. هذا وبلغ متوسط سعر برميل النفط في العراق لشهر يونيو 71.11 دولار للبرميل. أعلنت شركة غاز بروم الروسية أنه يتم تزويد أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا بمقدار 41,200,000 متر مكعب في اليوم عبر محطة ضخ الغاز سوتكا، مشيرة إلى أن الجانب الأوكراني رفض طلب التسليم عبر محطة سوخانوفكا. وقال ممثل شركة غاز بروم أن الشركة تصدر الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا بالمقدار الذي أكده الجانب الأوكراني عبر محطة ضخ الغاز سوتكا، والتي تبلغ نحو 41 مليون
1,200,000 متر مكعب. قفز فائض ميزان المدفوعات في قطر في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 190% على أساس سنوي إلى نحو 1,800,000,000 ريال. في غضون ذلك أظهرت بيانات رسمية انخفاض المؤشر العام لأسعار المنتج الصناعي في قطر خلال شهر مايو الماضي بنسبة 5.9% على أساس شهري، وبنسبة 29.8% قياسا للشهر المقبل أو المقابل من العام 2022، وذلك بضغط من قطاع التعدين. أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع مع استئناف التداول بعد عطلة عيد الأضحى، وكان أداء المؤشر القطري وهو الأقوى إذ صعد بنسبة 1.3%، فيما ارتفع المؤشر السعودي بنسبة 0.3%، كما زاد مؤشر سلطنة عمان بنسبة 0.1% ومؤشر الكويت بنسبة 0.6%. قال وزير الكهرباء في جنوب إفريقيا إن البلاد تقترب من إنهاء قطع التيار الكهربائي اليومي مع أودة الطقس الأكثر دفئا قرب نهاية العام. وذكر البنك المركزي في جنوب إفريقيا الشهر الماضي أن انقطاع التيار الكهربائي الذي يطلق عليه فصل الأحمال محليا من المتوقع أن يخصم نقطتين مئويتين من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وتراجعت حدة انقطاع التيار الكهربائي في الأسابيع القليلة الماضية، لكن هناك مخاوف من أن يشتد الشتاء في نصف الكرة الجنوبي في يوليو وأغسطس، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على التدفئة. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لرهام يوسف لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك فاطمة. أعلنت وزارة الداخلية الكورية الجنوبية أن الأعاصير والأمطار الغزيرة قد تسببت في خسائر بالممتلكات قدرت بنحو 2.3 مليار دولار على مدار العقد الماضي. وأوضحت الوزارة أنه من بين إجمالي الضحايا لقي 76 شخصا مصرعهم في عامي 2020 و2022، وذلك عندما ضربت أعاصير وأمطار غزيرة البلاد، بما في ذلك إعصار هينم نور العام الماضي والذي أودى بحياة 28 شخصا واثنين في عداد المفقودين، مشيرة إلى أن قيمة الأضرار في الممتلكات بلغت 575,200,000,000 وون العام الماضي. ومن كوريا الجنوبية إلى الصين، حيث ذكرت وسائل إعلام صينية أن أمطارا غزيرة تسببت في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في جنوب الصين، وذلك بعد أن ارتفعت مستويات الأنهار المحلية بشكل سريع. قال التلفزيون الرسمي الصيني إن الأمطار الغزيرة قد تسببت كذلك في حدوث تشبع بالمياه في أجزاء معينة من المناطق الحضرية، لافتا إلى أن السلطات المحلية تواصل جهود الإخلاء في المناطق المتضررة. عاد فيل مريض كانت تايلاند قد أهدته لسريلانكا قبل عقدين للبلاد اليوم بعد احتجاجات من قبل نشطاء قالوا إن الفيل يتعرض لسوء معاملة بالغ. تم نقل الفيل من العاصمة السريلانكية كولومبو إلى مقاطعة شيانغ ماي شمالي تايلاند على متن شاحنة في رحلة استغرقت حوالي 6 ساعات. رافق الفيل خلال رحلته فريق مكون من 6 أشخاص بينهم طبيبان بيطريان وأربعة من مدربي الأفيال المحترفين أحدهم من سريلانكا. ونتحول لأهم أنباء الطقس في نشرة التاسعة. نعود فيها مرة أخرى إلى فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا يوسف، شكرا ريهام، وأهلا بكم مشاهدينا. ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على معظم ومحافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 35، الصغرى 24، اسكندرية 32-23، مطروح 29-22، بورسعيد 33-23، الإسماعيلية 37-22 وجوها حار. بالنسبة للسويس 36-23، العريش 32-22، طابة 35-26، شرم الشيخ 37-29، الغردقة 38-28 وجوها حار. بالنسبة للأقصر 41-27، أسوان 42-29، الوادي الجديد 41-28، شلاتين 37-28، حلايب 35-29 وجوها حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. مشاهدينا نبقى الآن مع لقطة اليوم. Chino, la embajada de China en México al gobierno de la Ciudad de México. Lo voy a decir. Director General de Zoológicos y Conservación. انتهت أخبار التاسعة، وهذه تذكرة بالعناوين. تواصل الجسر الجوي لإعادة الحجاج المصريين لأرض الوطن بعد أداء مناسك الحج. رئيسة الحكومة الفرنسية تتعهد بمواجهة العنف بصرامة. زيلينسكي يحتفل بيوم القوات البحرية الأوكرانية في مدينة أوديسا ويتعهد بعدم السماح لروسيا بالسيطرة على البحر الأسود. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة لازال يتواصل مع هدير أبو زيد. أهلا بك يا هدير. مساء الخير. مساء الخير يا يوسف، مساء الخير يا ريهام، ويعني كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبة. الأجازة خلاص خلصت، يعني لسه الناس مستمرة في الأجازة بكرة كمان، لكن خلاص أجازة العيد يعني خلصت. عارفين بقى متلازمة ما بعد الأجازة أكيد يعني بتتابعوا. هي الأجازة كانت كلها متلازمة.
انه الناس تبقى نومها بقى باظ وخدوا على الاجازه وكده. ده حقيقي ده حقيقي. بقى عندهم مشكله هيرجعوا الشغل ازاي؟ انتوا بقى قولوا لهم بقى النهارده بقى ان شاء الله في الحلقه كده الناس تراجع العيد ازاي؟ يعني دوام ما بعد العيد او شغل ما بعد العيد ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين يا فندم. كل سنه وانتم طيبه هدير. انا بشكركم وبشكر كل صناع نشره التاسعه واستاذنكم نبدا حلقتنا. اتفضلي اتفضلي.